بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أبنائي وبناتي. إن شاء الله النهاردة هنشتغل المحاضرة الرابعة، هنتكلم فيها عن نظرية الطلب. نظرية الطلب بتقول إن أنا عندي، عشان يكون عندي حاجة اسمها الطلب، لازم يكون عندي مجموعة من السلع والخدمات، ويكون في عندي مشترين لهذه السلع والخدمات، أو أفراد راغبين وقادرين على شرائها عند الثمن المحدد لهذه السلعة في مدة زمنية معينة. وبالتالي فإن كل طلب لازم يكون مصحوب بالقدرة والرغبة على شراء السلعة. عندي فرق ما بين مفهوم الطلب الخاص بالمستهلك طلبه وطلب السوق على نفس السلعة. طلب المستهلك هو طلب المستهلك الفرد الواحد على السلعة، أما طلب السوق فهو طلب مجموعة من الأفراد المتعاملين في السوق. عندي حاجة تانية، مفهوم تاني اسمه جدول الطلب. جدول الطلب ده بيمثل عندي جانبين، جانب سعر وكمية، الكميات المطلوبة من سلعة عند أسعار محددة. وبالتالي عندي عوامل كتيرة جدا بتتحكم في الكميات اللي بيرغب فيها الأفراد في شرائها من السلع والخدمات، زي دخل الفرد، هو اللي بيحدد هيشتري قد ايه، كمية شكلها ايه، ذوق المستهلك، العادات الاستهلاكية بتاعته، سعر السلعة نفسها. كل دي عوامل بتتحكم لي في الكمية المطلوبة من السلعة. وبالتالي هذه العوامل اما بتتغير بيغير اتجاه الطلب على السلعة، بمعنى ان في اتجاه مختلف. اما السلعة سعرها بيرتفع بنقلل الكمية المطلوبة منها، لو الدخل بتاعها ايه ثابت، يبقى عندي علاقة بين السعر والكمية المطلوبة عند ثبات باقي العوامل الاخرى اللي بتتحكم لي في الطلب على السلعة. لو احنا جينا عزلنا كافة العوامل اللي بتأثر، زي الدخل، زي الذوق، زي دخول الافراد، زي اسعار السلع البديلة، زي اسعار السلع المكملة، ودي كلها حاجات هندرسها بتأثر لي على الطلب بالنسبة للفرد. لو عزلنا كل العوامل دي وجبنا علاقة بس ما بين السعر والكمية المطلوبة، بلقى عندي كل لما السعر بيرتفع الكمية المطلوبة بتقل. ليه؟ الفرد اما بيلقى سعر السلع ارتفع، طيب انا دخلي ما يكفنيش ان انا اشتري السلعه دي، فبيقلل ايه، بيقلل استهلاكه منه، او ان هو يتجه نحو استخدام سلعه بديله يكون سعرها ايه منخفض. وبالتالي انخفاض سعر السلعه بيحفز الافراد دايما على زياده استهلاكهم، بس من ايه، من سلعه اخرى بديله. طيب احنا بنقول ارتفاع السعر السلعه دايما بيخلي الفرد يسيب استهلاكه من السلعة دي ويتجه الى استخدام ايه، سلعة بديلة. وفي نفس الوقت انخفاض سعر السلعة بيخلي الفرد عايز يشتري كميات اكبر من السلعة دي لان سعرها قل، الى جانب ان في افراد كتير ما كانوش يقدروا يشتروا السلعة بيبدأوا يدخلوا ويشتروها عشان ايه، عشان سعرها انخفض. وبالتالي ممكن احنا دلوقتي نبدأ نتكلم على جدول الطلب، وهنشوفه دلوقتي بيبقى شكله ايه. جدول الطلب ده جدول الطلب المستهلك الفرد، فرد واحد بس على سلعة. بلقى هنا اما السعر بيبقى عندي 12 10 8 6 4 2. لما سعر السلعة بيبقى 12 جنيه، الكمية المطلوبة كام؟ انا افترض ان انا عندي السلعة دي اللي هي التفاح، لما سعر التفاح ب 12 جنيه انا بشتري 5 كيلو. اما سعر التفاح بيزيد بيقل بيبقى 10 جنيه، انا بشتري كام؟ 10 كيلو. طب قل بقى 8 جنيه، لا بشتري 15. يبقى انا بلاحظ هنا ان انا عندي علاقة شكلها ايه؟ علاقة عكسية ما بين السعر بالنسبة للسلعة والكمية المطلوبة. كل ما سعر السلعة بيقل الكمية المطلوبة بايه؟ بتزيد. الجدول اللي احنا شفناه دلوقتي بيمثل رغبات الافراد وقدرتهم على ايه، على شراء السلعه او الخدمه عند الاسعار المختلفه. مديني
توليفة من الأسعار المختلفة للتفاح والكميات اللي أنا ممكن أشتريها عند كل سعر موجود لهذه السنة. وبالتالي يمكن أن أنا أعرف جدول الطلب بأنه يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المستهلك شراءها عند مختلف الأسعار خلال فترة زمنية معينة. طيب أنا ممكن أخد الجدول بتاع الطلب ده وأحلله وأحطه في شكل بياني. أما بحطه في شكل بياني بمثل على المحور الأفقي الكمية المطلوبة بالكيلو جرام، على المحور الرأسي بحدد السعر بالكيلو جرام، سعر الوحدة، الوحدة اللي هو سعر الكيلو جرام الواحد بالجنيه. وبالتالي من خلال توصيل النقاط المختلفة، أما سعر التفاح 12 جنيه أنا اشتريت 5 كيلو، بحدد السعر والكمية وحدد نقطة، بتوصيل هذه النقاط ببعضها بيطلع لي حاجة يسمى ايه، اسمها منحنى الطلب. بلاحظ ان منحنى الطلب ده هو منحنى سالب الانحدار، بيوضح العلاقة العكسية ما بين السعر وبين الكمية المطلوبة، بينحدر من اعلى اليسار الى اسفل اليمين. طب نشوفه كده مع بعض. ده شكل منحنى الطلب. زي ما قلت المحور الرأسي بحط عليه سعر السلعة بتاعت اللي هي التفاح بالكيلو جرام، سعر الكيلو جرام بالجنيه، على المحور الأفقي الكمية المطلوبة من السلعة. زي ما قلت لما سعر الكيلو 12 جنيه أنا كنت بشتري 5 كيلو بس، لما سعره 10 أنا اشتريت 10 كيلو، لما سعره كان 6 جنيه أنا اشتريت 25 كيلو، وهكذا بتوصيل النقاط المختلفة اللي هي النقطة ألف ب بجيم بدال به بواو، انا بس بوصلهم ببعض بيطلع لي حاجه اسمها ايه، منحنى الطلب. من خصائص منحنى الطلب انه منحنى سالب الانحدار، بينحدر من اعلى اليمين متجها الى ايه، اليسار، بيوضح لي العلاقه العكسيه، السعر مرتفع الكميه قليله، السعر منخفض الكميه ايه كبيره، يبقى بيوضح لي العلاقه العكسيه ما بين السعر والكميه المطلوبه. طيب بيوضح لي العلاقة العكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة. انا عايزة اعرف ايه تفسير، او قبل ما نبدأ في التفسير هنتكلم على العوامل اللي بتأثر لي في دالة الطلب او منحنى الطلب. هنفسر شكل منحنى الطلب. احنا قلنا ان منحنى الطلب هو منحنى سالب الانحدار، بيوضح العلاقة العكسية ما بين الكمية المطلوبة من سلعة وسعرها، أي أن انخفاض سعر السلعة بيؤدي إلى تزايد الكمية المطلوبة منها، والعكس صحيح، ارتفاع سعر السلعة بيؤدي إلى إيه؟ انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة. ممكن أفسر شكل منحنى الطلب اللي احنا شفناه دلوقتي في الصفحة السابقة بعاملين أو أثرين، أثر الدخل وحاجة تانية اسمها أثر الإحلال. يعني ليه أو إيه اللي بيخلي الكمية المطلوبة سعر السلعة بتاعتي أما بيرتفع الكمية المطلوبة بتقل، إيه السبب؟ دلوقتي أنا بشتري سلعة ب 12 جنيه، تمام؟ بشتري 5 كيلو وأنا دخلي ثابت، أنا بصرف على السلعة دي 12 جنيه. طيب حصل إن سعر السلعة دي قل، بدل 12 بقى ايه؟ بقى 10، تمام؟ هزود الكمية منين؟ مش انا عندي فرق ما بين العشر والاتناشر 2 جنيه؟ معنى كده ان انا الدخل الحقيقي، الدخل الحقيقي بتاعي زاد ولا ما زادش؟ زاد، برغم ان انا مرتبي ما زادش، لكن الفرق ما بين السعر الاولاني اللي هو 12 جنيه و10 جنيه هو ده بسميه الزياده في الدخل الحقيقي، اللي نتيجه الزياده دي بوجهها لشراء كميه اكبر من ايه؟ من السلعه. بسمي الاثر ده اثر الدخل. يبقى انا عندي عشان افسر العلاقه العكسيه ما بين السعر والكميه المطلوبه من سلعه بفسره من خلال اثرين. الاثر الاول بقول عليه اثر الدخل، وهو ايه؟ هو عباره عن الزياده في الدخل الحقيقي المترتبة على انخفاض سعر السلعة، أي زيادة القوة الشرائية للمستهلك، وذلك بفرض إيه؟ دخلي ثابت، أنا مرتبي ما زادش، الفلوس اللي بتجيلي ما بزادتش، بس كل اللي حصل إيه؟ انخفاض سعر السلعة زود إيه؟ زود دخلي، فأنا زودت استهلاكي من السلعة دي.
العامل التاني اللي بيفصل لي العلاقة العكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة من سلعة بسميه أثر الإحلال. يعني إيه أثر الإحلال؟ يقصد به أنه عند انخفاض سعر السلعة، سعر سلعة قل ماشي، بيجعلها أرخص نسبيا من السلع الأخرى البديلة لها. خلاص، طب إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن أنا مدام سعر، أنا بستهلك نوعين من المكرونة أو ماركتين من المكرونة، سعر المكرونة الملكة قل عن سعر نوع تاني من المكرونة، ايه اللي هيحصل؟ هسيب استهلاكي من السلعة اللي زادت سعرها عن السعر بتاعي واتجه لإيه؟ لإحلالها بسعر إيه؟ بسلعة أخرى فضل سعرها ثابت وما اتغيرش. وبالتالي أثر الإحلال يقصد به أن انخفاض سعر سلعة ما بيجعلها أرخص نسبيا من السلعة الأخرى البديلة لها التي ظل سعرها ثابت دون تغيير، ولذلك يتجه المستهلك إلى إحلال هذه السلعة التي انخفض سعرها لأنها أصبحت أرخص شوية محل السلعة الأخرى البديلة لها التي فضلت أو ظلت عند الأسعار ثابتة ولم تتغير. يبقى العلاقة العكسية ما بين السعر وبين الكمية المطلوبة من أي سلعة بفسرها من خلال أثرين: أثر الدخل، إن أنا عندي زيادة حقيقية في الدخل بتاعي ليست ناتجة عن زيادة الدخل اللي أنا بقبضه من الشركة أو من الجامعة أو من البنك اللي أنا بشتغل فيه، لأ، زيادة نتيجة لانخفاض سعر السلعة. الزيادة في الدخل دي بوجهها لإيه؟ لاستهلاك كميات أكتر من السلعة. أثر الإحلال، السلعة اللي بينخفض سعرها بزود استهلاكي منها لأني بستبدل السلعة اللي لسه سعرها مرتفع بإيه؟ بالسلعة اللي سعرها انخفض. هنتكلم على تعريف منحنى الطلب اللي احنا شفناه دلوقتي واحنا ازاي بنرسمه. بنقول هو عبارة عن التمثيل البياني او الهندسي لقانون الطلب، والذي يظهر الكميات المختلفة من السلع او الخدمة التي يرغب ويستطيع الفرد او الافراد شرائها عند الاسعار المختلفة في السوق اثناء فترة زمنية محددة بافتراض ثبات باقي العوامل الاخرى. العوامل اللي بتحدد لي او بتأصل لي في الطلب بتاعي عندي نوعين من العوامل، عندي مجموعة من العوامل الكمية وعندي عوامل نوعية. العوامل الكمية زي ايه؟ الاسعار، سواء كان سعر السلع نفسها او اسعار السلع البديلة او اسعار السلع المكملة. يبقى اول عوامل بتتحكم لي في الكمية المطلوبة من اي سلعة عبارة عن سعر السلعة نفسها، بحيث ان هو كلما ارتفعت سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها، والعكس اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي من خلال منحنى الطلب، وان التغير هنا بيكون على منحنى الطلب نفسه. يعني انا بغير الكمية المطلوبة من سلع من سعر الكمية المطلوبة من سلعة عند تغير سعرها، انا بتحرك على منحنى الطلب نفسه. يعني منحنى الطلب بيفضل ثابت بس بتحرك من نقطة إلى نقطة أخرى، وهوضح لكم الكلام ده دلوقتي. أسعار السلع البديلة، وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك زي الشاي والقهوة. إذا ارتفع سعر القهوة أنا بستخدم إيه؟ بزود طلبي على الشاي، والعكس لو سعر الشاي ارتفع أنا بزود استهلاكي من إيه؟ من القهوة. وبالتالي انتقال منحنى الطلب على الشاي للأعلى، اما انخفاض سعر القهوة فبيؤدي الى انخفاض او انتقال منحنى الطلب الى ايه؟ الى اسفل. يبقى التغير في اسعار السلع البديلة بيؤدي الى انتقال منحنى الطلب بالكامل الى اعلى او الى اسفل. ممكن من هنا استنتج قانون الطلب، وهو ينص على ان هناك علاقة عكسية ما بين الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة وسعرها، مع افتراض إيه؟ مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى اللي هي سعر السلع البديلة، سعر السلع المكملة، الدخل، الثروة، الذوق، التوقعات، إلى نهايته من العوامل اللي بتأثر لي على دالة الطلب. طيب، قعدنا نتكلم على العوامل المختلفة وإمتى
المنحنى بينتقل الى اعلى، وعمال اقول المنحنى بينتقل الى اسفل، واما الدخل بيزيد استهلاكي من السلع بيزيد منحنى الطلب بينتقل الى اعلى، واما دخلي بيقل استهلاكي بيقل منحنى الطلب بينتقل الى اسفل، والكلام ده كله. ايه الفرق بين التغير؟ عايز اعرف او بطرح سؤال، ايه الفرق ما بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب؟ التغير في الكمية المطلوبة هنا بنتقل على منحنى الطلب، مش ده منحنى الطلب، علاقة ما بين السعر برايس والكوانتيتي اللي هي الكمية. طيب العلاقة ما بين السعر وما بين الكمية، برسم منحنى الطلب بتاعي. منحنى الطلب بتاعي بيوضح لي أسعار مختلفة للسلعة عند كميات مختلفة بستهلكها. لو أنا انتقلت من النقطة دي إلى النقطة التانية، بقول إن أنا إيه حصل عندي إيه؟ تغير في الكمية، كنت بستهلك كيو دي 1 بقيت أستهلك كيو دي 2O. تمام؟ يبقى أنا الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى على منحنى الطلب بيسمى التغير في الطلب. لكن انتقال منحنى، طيب ايه اللي بيخلينا ننتقل من نقطة الى نقطة اخرى على منحنى الطلب؟ ايه؟ تغير في السعر. يبقى التغير في السعر هو العامل الوحيد اللي بيؤدي للانتقال من نقطة الى نقطة اخرى على منحنى الطلب. طيب امتى منحنى الطلب ينتقل بالكامل الى اعلى او الى اسفل؟ ايوه، الرد يكون عند تغير باقي العوامل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتغير لي او بتخليني انتقل على منحنى الطلب من نقطة لنقطة هو تغير السعر فقط. اما انتقال منحنى الطلب بالكامل الى اعلى او الى اسفل، فهي بتكون نتيجة تغير باقي العوامل المؤثرة على الطلب، اللي هي في ايه؟ الدخل. الدخل لو زاد منحنى الطلب بينتقل بالكامل الى اعلى، لو الدخل قل منحنى الطلب بالكامل بينتقل الى اسفل. طيب لو ذو المستهلك كان في صالح زيادة استهلاك السلعة بينتقل منحنى الطلب الى اعلى، لو كان ذو المستهلك ضد استهلاك كمية زيادة من السلعة بينتقل منحنى الطلب الى ايه؟ الى اسفل. يبقى باقي العوامل المؤثرة في دالة الطلب زي ذو المستهلك، التوقعات، لو انا متوقعة ان سعر السلعة بكرة هيزيد هزود استهلاكي، هيبقى المنحنى الطلب هينتقل الى ايه؟ الى اعلى. طب لو اتوقعت ان سعر السلع هينخفض خلال المرحلة الجاية هقلل استهلاكي، يبقى منحنى الطلب هينتقل الى ايه؟ الى اسفل. يبقى كافة العوامل الاخرى غير السعر بتؤدي الى انتقال منحنى الطلب الى اعلى او الى ايه؟ اسفل. بسمي ده اسمه ايه؟ التغير في الطلب. يبقى انا عندي فرق ما بين حاجتين، ايه هو الحاجتين دول؟ التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب. التغير في الكمية المطلوبة هو الانتقال من نقطة الى نقطة اخرى على منحنى الطلب، وبيكون السبب في ده ايه؟ هو تغير الاسعار. اما التغير في الطلب هو انتقال منحنى الطلب بالكامل الى اعلى او الى اسفل نتيجة التغير في باقي العوامل المؤثرة على دالة الطلب. لكل حاجة دايما استثناء، مفيش حاجة ملهاش استثناء. زي قانون الطلب ليه استثناءات. هل العلاقة ما بين السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية؟ ده قانون الطلب اللي بيقولي كده، بيقولي ان عندي علاقة عكسية ما بين الكمية المطلوبة والسعر بتاعها. طيب العلاقة العكسية دي على كل السلع؟ لا، عندي بعض استثناءات بسميها استثناءات قانون الطلب. زي ايه؟ زي السلع الرديئة. ايه هي السلع الرديئة؟ الملابس منخفضة الاسعار، السمن الصناعي الى نهايته من السلع، مش ذات اهمية عند الفرد او الفرد بيستهلكها نتيجة ان دخله مش مكفيه يشتري السلعة اللي جودتها اعلى. وبالتالي يعني انه اذا كانت السلعة رديئة فإن أثر الإحلال وأثر الدخل اللي احنا اتكلمنا عليهم في الأول عند تحليل الميل الحدي للميل السالب لمنحنى الطلب يعملان في اتجاهين، سيعملان في اتجاهين، وغالبا
في حالة السلع الرديئة ما يكون أثر الإحلال أقوى من أثر الدخل، بمعنى أن انخفاض ثمن السلع الرديئة يؤدي لزيادة القوة الشرائية الحقيقية للمستهلك. يبقى أنا كده بغير إيه؟ أنا دلوقتي عندي سلعة رديئة، أنا حصل إن أنا دخلي، حصل إن أنا سعر المفروض السمنة دي أو الملابس المنخفض الأسعار السلعة حصل فيها انخفاض للسعر، هل هروح أزود استهلاكي منها؟ لا، ده أنا بستهلكها بالعافية، يعني أنا بستهلكها علشان الضرورة، لا حتى لو سعرها انخفض أنا مش هزود استهلاكي، أنا هقلل استهلاكي من إيه؟ منها. دي بسميها إيه؟ الحالات الاستثنائية لقانون الطلب، زي السلع الرديئة. السلعة التانية اللي هي سلعة جيفن، دي منسوبة للعالم الاقتصادي اللي اكتشف النظرية دي، اسمه روبرت جيفن. أثبت إن هو عنده وجود في حالة معينة في أواخر القرن 19، لقى إن سلعة جيفن أو السلعة اللي بيتكلم عليها دي إن هي بتحتل نسبة كبيرة من إنفاق المستهلك، يعني سلعة بتاخد قدر كبير جدا من الدخل بتاعي. زي العيش، جميع الطبقات الفقيرة بتستهلك كميات من العيش أو من الخبز، كميات كبيرة جدا. فإذا ارتفع سعرها بيزداد الطلب عليها، أي أن العلاقة بين الكمية المطلوبة منها وسعرها هي علاقة طردية. لو سعر العيش النهاردة بدل ما هو جنيه بقى 10 جنيه، هشتريه برضو بنفس الكمية دي. دي بنسميها سلعة ايه؟ بنسميها سلعة جيفن، ودي برضو من الحالات الاستثنائية لقانون الطلب، ان العلاقة علاقة طردية وليست علاقة عكسية. السلعة او الاستثناء الثالث هي سلعة الاغنياء، او بنسميها سلعة التفاخر، زي اللوحات الزيتية، زي التحف النادرة، زي المجوهرات الثمينة، زي الماس الألماس. كل ما السعر بتاعها يرتفع أنا بزود استهلاكي منها، كل ما يقولوا الفراء دوت بقى بليون جنيه أنا بزود استهلاكي منه. ليه؟ لأن هي اسمها، بنسميها سلعة التفاخر أو سلعة الأغنياء، إن هما دايما بيسعوا إلى زيادة استهلاكها مهما كان السعر بتاعها. رابع حاجة، توقع المستهلكين لمستويات الأسعار في المستقبل. ده بيخلي أو ما بنسميها بتحليل الطلب، بمعنى أنه إذا انخفض سعر سلعة ما وتوقع المستهلكين استمرار انخفاضه في المستقبل، فإن الكمية المطلوبة من هذه السلعة في الوقت الحاضر بتنخفض، والعكس صحيح في حالة ارتفاعها. يبقى برضو توقع المستهلكين لمستويات الأسعار في المستقبل، ممكن تكون دي برضو الحالات الاستثنائية، إن أنا متوقعة إن سعرها هيرتفع في المستقبل، فأنا بزود استهلاكي منها، بتوقع إن سعرها ينخفض في المستقبل فأنا بقلل استهلاكي منها. الكلام ده بنطبقه في حالات التعامل في البورصة، في الأوراق المالية، في أوقات الحروب والأزمات. كل الحاجات دي بتكون توقعات مستقبلية، وبالتالي بيبقى قانون الطلب غير مطبق فيها، وبالتالي العلاقة بتكون علاقة عكسية أو علاقة طردية ما بين المتغيرين في اتجاه واحد، يا إما علاقة طردية، ده كل ما بيزيد بيزيد، أو كل ما بيقل بيقل، وبالتالي بيكون علاقة مخالفة لعلاقة منحنى الطلب او العلاقة اللي احنا شرحناها في تعريفنا لقانون الطلب. عندي جزء اخير هنتكلم عليه، وهو طلب المستهلك وكيفية اشتقاق طلب السوق من خلال طلب المستهلك. احنا عرفنا ان طلب المستهلك الفرد هو الطلب على السلعة، ان الفرد لازم او المستهلك يكون عنده قدرة ورغبة على شراء السلعة، عنده رغبة ان هو يشتري السلعة، مش مجرد رغبة بس، انا مش وانا ماشية كده الله الفستان ده جميل قوي انا نفسي اشتريه وجيبي فاضي او شنطتي ما فيهاش فلوس، لا لازم يكون عندي القدرة، الرغبة اولا ثم القدرة على شراء هذه السلعة.
طيب، عرفنا ان طلب المستهلك عبارة عن علاقة ما بين سعر وكمية مع ثبات باقي العوامل. طيب ازاي من خلال طلب المستهلك اقدر اشتق طلب السوق على السلعة دي؟ بنقول ان طلب السوق على سلعة ما عبارة عن مجموع طلبات او مجموع طلب المستهلكين الافراد على هذه السلعة عند مساويات الاسعار المختلفة خلال فترة زمنية محددة. بمعنى لو انا النهاردة الاربع عايزة اعرف طلب الافراد في منطقة معينة او في حي معين على الطماطم، فبشوف كم واحد اشترى طماطم. النهاردة سعرها 12 جنيه، انا اشتريت 5 كيلو، وجارتي اشترت 10 كيلو، وخالتي اشترت 30 كيلو، وصاحبتي اشترت كيلو. من خلال ان انا بحدد الكمية المطلوبة من الافراد دي كلها عندي السعر معين، بشتق من خلالها ايه؟ منحنى طلب السوق على الطماطم في يوم الاربع اللي هو كان سعره 12 جنيه. وبالتالي نفس مفهوم قانون الطلب بينطبق على طلب السوق، اللي هي العلاقة العكسية ما بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها. وكمان منحنى طلب السوق بينحدر من اعلى لاسفل، سالب الانحدار بيوضح العلاقة العكسية، له نفس الخصائص بالظبط بالنسبة لمنحنى طلب الفرد على سلع معينة. كذلك العوامل اللي بتأثر على منحنى الطلب هي نفس العوامل اللي بتأثر على منحنى طلب السوق. طيب لو حبينا نشوفها كده في الرسم، ده منحنى طلب عندي فردين A و B، المستهلك الأولاني N، المستهلك الثاني M. عند السعر بي واحد انا بستهلك كيو ان، عند السعر بي واحد الفرد التاني بيستهلك كيو ام. تمام، انا احدد طلب السوق ازاي؟ عند نفس السعر اللي هو بي وان انا بجمع الكمية المطلوبة للمستهلك الاولاني والمستهلك التاني، بجمع 5 كيلو على 10 كيلو بيبقوا 15 كيلو. هو ده منحنى طلب ايه؟ منحنى طلب السوق. يبقى منحنى طلب السوق على سلعة معينة هو عبارة عن مجموع طلبات المستهلكين على هذه السلعة في نفس الوقت عند نفس المستوى من الأسعار. كانت دي آخر جزئية في محاضرتنا النهاردة. يا رب تكونوا فهمتوا اللي أنا قلته. زي ما قلت للمرة المليون، أنا موجودة في المعهد التجاري كل يوم، اللي في حاجة صعبة عليه اللي مش فاهم جزئية في المحاضرة أنا موجودة في الدور الرابع في أوضة الجودة في أي وقت أنا في انتظاركم. بشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.